بسم الله. أولا أحييكم وأحيي الأخوة في المغرب العربي وأحيي جلالة الملك محمد السادس. وقبل التطرق زي ما ذكرت لما أحداث الحوار نتطرق للحديث السابق اللي رأيته معكم في جريدة أخبار مراكش وجريدة الحركة المغربية في 2012. لكن في الحقيقة أولا نبي نوضح نقطة لإخوتي الليبيين وللعالم. أولا احنا وطنيين لم نخون وطن أبدا مهما كانت. وأنا شخصيا أتكلم عن نفسي، لا يمكن يكتب عليه التاريخ أني خنت ليبيا، ولا يمكن يكتب عليه التاريخ أني خنت الوطن، ولا يمكن يكتب عليه التاريخ أنني حطيت يدي في يد الناتو أو اتصلت بجماعة الناتو أو الذين جابوا الناتو ودخلوا في المؤامرة على ليبيا. أنا من البداية تحدثت على أن اللي حصل مؤامرة كبيرة وضحك فيها على الليبيين بوجه عام، وهذه مؤامرة جزء من مؤامرة كبيرة على الوطن العربي. والمؤامرة بدأت المؤامرة من اختلاق الأسلحة الذرية في العراق وأسلحة الدمار الشامل في العراق، وجره لاحتلال الشقيقة الكويت، وبعدها دمر الجيش العراقي بالكامل ودمرت العراق باسم الحرية وباسم الديمقراطية. وامتدت هذه المؤامرة لدول الرفض والدول التي العربية اللي لها تأثير في المنطقة وتكشف المخطط الاستعماري لتقسيم الوطن العربي ولإعادة تقسيم الوطن العربي وإعادة تقسيم هيكلة الشرق الأوسط جديد. وامتدت هذه المؤامرة من العراق إلى سوريا وإلى تونس وإلى ليبيا ومصر، مصر وليبيا، وأيضا حاولوا بكل جهدهم أن يتم تفجير الحريق العربي في المغرب، ولكن كان الشعب المغربي واعي قيادة وشعب. وأيضا في الجزائر بلد المليون شهيد، هم يعملوا على تفتيت الوطن العربي جزء من جزء، واختلقوا عدة ذرايع. فهني نتحدث خصيصا على ليبيا. ليبيا هذه مؤامرة، ضحية مؤامرة كبيرة لعدة أسباب تحدث عليها أخواني الكثير وتحدثت عليها في السابق. أولا ليبيا تقود الاتحاد الأفريقي، وليبيا جزء فعال في المغرب العربي وتنادي بالوحدة العربية والقومية العربية، وخاصة الإعلان على الدينار الذهبي الأفريقي، وهذا كان فيه معضلة مع الدولار واليورو، وهذا مؤشر أحد المؤشرات الخطيرة اللي جعلت الغرب يتآمر على ليبيا. وأيضا الاكتشاف كميات كبيرة من البترول والغاز الجديدة في ليبيا والساحل الليبي وموقع ليبيا في أفريقيا وفي المغرب العربي والدور القومي لليبيا، هذه كثير من الأشياء غائبة على أخواننا الشباب اللي طلعوا في 17 فبراير يطالبوا بالحرية ويطالبوا بالعمل وإنهاء البطالة. وأنا تحدثت أنا صحيح فيه مع هذه المطالب، وصحيح أن هناك إشكاليات
في موضوع البطالة وعدم تشغيل الشباب، وفيه وحرية الصحافة وغيرها وغيرها، فيه ملاحظات كثيرة كأي نظام وكأي ظرف تمر به أي بلد. ولكن مع شرعية هذه المطالب هناك كلمة حق أريد بها باطل، بدا الضخ الإعلامي وبدت المؤامرة وبدا المتطرفين ويأخذوا هذه الذريعة لتدمير ليبيا ونهب ثروة ليبيا. فخلاص بدا عملاء الناتو والجواسيس الليبيين اللي والاصحاب المصالح الشخصيه واللي بينهبوا ثروه ليبيا وخيراتها، وايضا المتطرفين اللي يبوا يقيموا دوله متطرفه على امتداد الوطن العربي ومصالح الغربيه المتقاطعه في ثروه ليبيا، وبعض الدول العربيه اللي تنفذ سياسه اسرائيل، وايضا بدا الضخ الاعلامي باسم الحريه وباسم الديمقراطيه، واختلق ذريعه قمع الليبيين وان النظام يقمع الليبيين. فحصلت المغادره وبدا الاخرين يضخوا الحرب العالمية، تحدثت عليها أنا كثير، واستغلت هذه إلى أن حصل الدم، والنظام كان مضطر للدفاع على نفسه على النظام، مضطر للدفاع على الدولة لأنه كان يعي أن هناك مؤامرة. ففي حلقة مفقودة بين الناس اللي تطالب مطالبها شرعية، و كلنا نؤيدها، وما بين المعامرة. فهذه الحلقة المفقودة أن الناس اللي عندها مطالب شرعية ما هيش واعية أن هي استغلت وأن هي حتدخل معها مؤامرة دول أخرى وتقاطعات وإرهابيين ويدخلوا عشان يدمروا ليبيا. فحتى الثوار انتفضوا في 17 فبراير، الأغلبية الساحقة لم تعي أن حيدخل الإرهابيين ليبيا وحتقسم ليبيا وحتجزل ليبيا وحتسرق ثروة ليبيا. ما في واحد ينتفض علشان يسرقوا ثروته، ما في واحد ينتفض علشان يقسموا بلاده، ما في واحد ينتفض علشان الناتو يدمر مقدرات الشعب الليبي والمؤسسات والجيش، لا يمكن. هم عندهم مطالب انتفضوا من أجلها، ولكن الآخرين دخلوا على الخط واستغلوا هذه الفرصة لتنفيذ مؤامرة على الوطن العربي واستهداف ليبيا خصيصا فيها. فحتى قصة الرتل اللي كان ماشي لبنغازي ويحكوا عليه، ولحد الآن فيه وحدين يقولوا الرتل كان حيمسح بنغازي، هذه حقيقة مزيفة. الرتل إذا حط الناس كلها شافاته، وانتم شفتوه الرتل طوله 30 كيلو متر مثلا تقريبا، آسف، هذا الرتل هو ما فيه رتل ماشي بيقمع مدينة أو يضربها، ماشي في رتل واحد طوله 30 كيلو متر والشباب عاملين رافعين أحلام خضر وتيشيرتات ويهتفوا فوق السيارات. هذا ما ماشي للحرب، هذا ماشي علشان المتطرفين والجواسيس استغلوا الظرف وارادوا واحتلوا السلاح في المعسكرات في بنغازي والبيضة، وارادوا ان يكونوا نقطة انطلاق لهم من بنغازي والمنطقة الشرقية. وهذا الرتل ماشي علشان يلتحم بالشباب في بنغازي وفي المنطقة الشرقية علشان يقمع المتطرفين ويحبط المؤامرة. فحتى المرحوم شهيد جبران حسين اللي توفى في هذا الرتل وكان أحد القادة على هذا الرتل،
انا كنت اتصال به، كان اتصال بي. هذه التاريخ اقولها كلمه من التاريخ. هو قال لي ان احنا يا اخي ماشيين، راهي بنغازي احتلها المتطرفين، شفتهم انت في الصور وشفت الحيام، احتلوا بنغازي، احنا ماشيين لازم نحرر بنغازي من المتطرفين اللي احتلوها، احنا نعرف هذه مؤامره. وكان يكلم فينا ويقول هذه مؤامره، ما ماشي عشان يقمع الناس او يقتلها في بنغازي. هو الان في دار الحق، وانا اقولها شهاده التاريخ، ما كان ماشي عشان يضرب بنغازي ولا يقتل بنغازي، كانت في مؤامره، وكان النظام مضطر للدفاع لاسترجاع المدينه اللي تمردت، وهذا النظام من حقه ان يسترجع مدينه تمردت كاي نظام في العالم. ولكن تحديدا كان هناك عصابات متطرفه مسلحه، وايضا خريجين سجون وسراق ونهاب استولوا على السلاح واستولوا على بنغازي، وهذا القتل ماشي لترجيحه، مو ماشي عشان يسفك الدم ولا يغتصب. هذه الاذاعات الماجوره والجزء من الخطه بتاع الاعلام الغربي والعربي الماجور، هذه هي ركزت على هذا الاساس وحطت في افكار الناس بضخ اعلامي شديد ان القدافي ماشي يمسح بنغازي. هذا للتاريخ، انا كشاهد تاريخ، هذه مؤامرة وكذبة لم تكن أبدا. وحتى لو عملنا حتى مقارنة، الآن الأمم المتحدة إذا تدخلت ومجلس الأمن لحماية المدنيين، وينهم من حماية المدنيين؟ أولياء تذبح الناس في بنغازي وتقطع رقابهم ويحلقوا فيهم، وين حماية المدنيين؟ ولا هذكم مدنيين صبر حمايتهم في ذلك الوقت، أما الآن صاروا هذين اللي نفسهم هم انتفضوا ليجوا من أجلهم بطياراتهم، الآن صاروا غنم، ما عادش لهم أي قيمة، ما عادش مدنيين، صاروا غنم تحولوا. فهناك مؤامرة وكيال بمكيالين. فنحن دافعنا على ليبيا ضد المؤامرة وضد الخيانة، ولن نخون ليبيا لا في السابق ولا في المستقبل، ولا تاريخنا يسمح لنا ولا أهلنا يسمحوا لنا. فالليبيين كلهم يجب يقفوا صف واحد متراص بعد أن كشفت المؤامرة، ويسترجعوا أرضهم. فهناك إحنا عندنا شهداء ماتوا من أجل من ليبيا، لأن بعض للأسف يعني في وحدين في شبكات التواصل الاجتماعي لهم أجندة ولا زالوا يقولوا على الناس. أنا حذرت كم مرة من الضخ الإعلامي الغربي والعربي ومواقع التواصل الاجتماعي، واللي استغلت للمؤامرة سواء من الداخل أو من الخارج، وتضخيم الأحداث، وحتى الناس اللي مات الدفاع على بيوتها وعلى شرفها اعتبروهم طغاة وأنهم كتائب القدافي. في ظلم الحقيقة، يعني مثلا حتى لو تكلمنا على المرحوم عز الدين الهنشيري اللي كان اللي مات مع القائد معمر القدافي في سرت، هو شو المطلوب منه؟ هو هذا عمل سرت حراسة ومسؤول على دفاع عن رئيس وضرب الناتو، تبوه يقول تبوه تشتم فيه وسائل التواصل الاجتماعي، تبوه يقول اهلا وسهلا تعالوا اضربوا الرئيس اللي انا عم حرسه، تبوه يقول مرحبا بالناتو اللي دمر في ليبيا والجيش الليبي. هذا راجل ومات دفاع يؤدي في مهمته واجبه ودفاع عن بلده ضد الناتو، كيف نسمح لأنفسنا نشتمه؟ كيف وسائل التواصل الاجتماعي الليبيين يشتموه؟ شنو يبوا منه؟
هذا يؤدي في واجبه. وهذا ضرب مثل لكل القيادات العربية في الدفاع عن الوطن والدفاع عن المهمة اللي مكلف بها، هذا واجب. عندنا شخص آخر مثلا، كمثل أنا أضرب ميلاد الشهيد ميلاد الواسع، هذا هجموا عليه في بيته، رجل معروف في ليبيا ورجل نظيف ولا لا سارق ولا خارب ولا عمل كتائب ولا عمل ميليشيا ولا قتل حد، هجموا عليه في هايلاندرز في بيته، فوقف موقف راجل يدافع على عرضه وشرفه وبيته وجوزته وولاده، فضرب بقاذف ار بي جي امام اولاده وقالوا هذا واحد قتلنا واحد من كتائب الطاقم. هذا التضليل الاعلامي، ليش يكون في انصاف بين الشخص اللي انا ما دافع على شخص كان في النظام مثلا واجرم، اللي اجرم ياخذ جزاء مهما كان منين يكون يكون. في تضخيم ضخ اعلامي مثلا مثلا اولاد الخويلدي، خويلدي معروف في المغرب العربي ورجل وحدوي ورجل صديق لل جلالة الملك الحسن الله يرحمه، يعرفه شخصيا يعرفه، حتى الملك محمد السادس يعرفه، رجل متدين ورجل محترم لم يكن عنده أي تسلط، يقصف بيته الساعة 5 الفجر ويموت أولاد ولده ولا أولاد ويضحوا بيهم وجوزة ابنه ويضيعوا الأولاد أطفال أمام العالم، لأن ويقولوا قصف بيت أحد قادة الطاغية، هذا الظلم. وهذا اللي الآن مش مخلي يصير فيه توافق في مصالحة، لأنك أنت ما زلت اللغة اللي تتحدث بها لغة انتقام، لغة حقد، لغة تشفي. لازم إحنا نوقف وقفة عادلة، نقول هذا حصل ظلم وهذا صح، اللي أجرم أجرم.